السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفلاوين بونسوار ولا بونجور ميسيو دام، جيسبر راكم لاحن الحمد لله. دونك اليوم راح ندير لكم ان فيديو تي تري انتريسونت، ستادير سي اون ريشيرش تي ابروفوندي، غامقه بحث غامق هكذايا. المنظمات الامريكيه اللي تساعد هادو المعارضه في الخارج هي اكثر تهرشات، ستادير كيفاش يخدموا مع تشوفوا مع من يخدموا. يقول لكم حنا لا حنا احرار، يا حنا ما كاين والو. عندها مده في ديبيت عشر هدايا جازي طوط دار فيديو قصرنا على واحد الوثيقه تاع جرافيكا هذه ستاتيك تانكس امريكا هدايا، دار زعما مقال يحمي على المعارضه، تسمى حمي عليهم هما، تسمى يروحوا المعارضه وما يسموهم بعد المعارضه. وزعما قال لك باللي كشف باللي المخابرات تاع الجزائر وكذا وتخدم بالذباب، يقول اسم الذباب، وهاو الرابور تاع جرافيك. شوفوا كيفاش كان يهضر باش نفهموا المقصود تاع هذا الفيديو. هذه هي تري بروفوند لا فيديو، بالك نبطى فيها ولكن لازم شوفوا مليح. اي في المعدل ما يقارب إغلاق 130 حسابا شخصيا، 221 صفحة. نشوفوا من الأول. أصدر الفيسبوك قائمة يومها وقال من أنه قام بإغلاق 130 حسابا شخصيا. أصدر الفيسبوك قائمة يومها وقال من أنه قام بإغلاق 130 حسابا شخصيا، 221 صفحة، 35 مجموعة، و29 حسابا على الانستغرام. أي في المعدل ما يقارب أو ما يزيد قليلا عن 400 ما بين الفيسبوك والانستغرام. وذكر يومها وحتى وضع فيها الصورة، لما جاء في الصورة جاءت الصورة متاعي أنا والأخ أمير، وقال بأن وجاب أيضا يومها الصورة لفرانس 24 باش يكونوا منصفين، وقال بأن المعارضين تعرضوا بشدة للشيطنة ولضربهم ووضع صورهم وصور أبنائهم ومحاولة تشويههم وشيطنتهم إلى آخره. الفيسبوك ظل لأكثر من سنتين يقول يا إما هالشي ما كانش لما كنا نتواصلوا معه، يا إما راهي محدودة وراهي يقوم بعمله إلى آخره. ما كان لا يقوم لا بعمله لا، بالعكس لدرجة لحد الآن أنا ما زلنا نعاني، يعني لحد الآن ما زال ما راجعوش نفوسهم باش يعاودوا يراجعوا الحسابات ويخلوا الصفحة مثلا تمشي. كاين صفحات مغلقة، صفحة خونا أمير مغلقة مثلا، صفحات آخرين أيضا مغلقة، وكثير راهم يعانوا. لكن كان ذكر الفيسبوك يومها وجاب تقرير، وكان هذا ضربة قاسمة للبروباغندا والدعاية تاع اليسار. لكن اليوم أو مش اليوم، حقيقة أمس طلعت أنا على تقرير أخطر بكثير. تقرير هو يعتمد، هذا التقرير صادر من منظمة تسمى جرافيكا، والموقع نتاعهم لمن يريد ان يدخل له هو جرافيكا الاف بالبي اتش بالبي اتش جرافيكا.com.com. تقدر تلقى فيه داير العنوان هامرينج هيراك، الهامر هو المرطو والمطرق، يعني كيف انهم كانوا يضربوا في الحراك بالمطرق. هي هكذا عنوانات التقرير في 29 صفحة. خلينا نشوف بعض الملخص هنا على السريع وبعد نعود نشوفه منه، لأنه فيه نقاط كثيرة يعني، لكن نحاول نختصره طبعاً في حدود 10 دقائق مش مزيش نطور عليكم أكثر. التقرير يتحدث على الذباب، على الذباب الحكومي الرسمي اللي تديره جهات رسمية، سواء كانت في قيادة الأركان أو كانت عند بعلان ماضي وما يسمى بالمديرية الإعلام، أو كانت عند ترانسميسيون والاتصالات والحرب السبرانية نتاع باش خملي راه مسجون الآن، أو كانت نتاع المخابرات، أو كانت تاع باب الزوار، تاع البوليس، تاع الدرك، مجموعات، لكن كلها مجموعات رسمية، كلها تاع الحكومة، تاع النظام، تاع الإصابة. يقول لك أنهم ممكن تقسيمهم إلى ثلاث
ثلاث مجموعات من حيث المضمون. واحدة نقول لك بدأت من 2014، دبي هذا بدأ من 2014 على الأقل، كان أنا ذاك يساند العهدة الرابعة ثم ساند العهدة الخامسة، وكان هذا الذباب يساند العهودات تاع بوتفليقة ويساند الحكومة ويساند الجنرالات، طبعا هم يسمون الجيش، تلقى خط أحمر الجيش خط أحمر مثلا، نحن مانيش عارف الجيش نتاعنا جيش كذا، تسميات ضخمة ودائما الصواريخ وصور القايد صالح أو شنقريحة الآن أو، وهي كلها حسابات ذبابية تنفخ في الجيش وتقزم الشعب، تنفخ في الجيش وتقزم الحركة. على سبيل المثال كان وكانوا آخرين هما هدفهم شيطنة المعارضين، هذو ذا يديروا الشيطنة، لكن كانوا واحد آخرين لا خدمتهم الشيطنة فقط، إضافة إلى طبعا النفخ في لما جاء القايد صالح وتبون إلى آخره. الخونة يستندوا إلى ما تعطيهم المخابرات من معلومات. أنا نعطيكم مثال، أنا مرة أتكلم مع الأفاضل، واحد من الأفاضل كان هو حاصل على ليسونس، يدو تليفون تاعو يخشبو كما قلت هذه المجموعة تاع الجاسوس الجزائري وحوايج مشابهة غرفة التحقيق إلى آخره، راكم كنتم تعرفوهم ربما الآن غلقوهم كلهم، لكن المؤكد أنه موش في الوقت اللي حتى الأكسجين. طيب ما راحش النظام في 2011، اضطر الناس ينتفضوا في 2019، تأخروا 8 سنوات. عموما هذا الاكتيفيست اذا هذه الجهه الثانيه، وهذا كان منهم انا مره حتى ذكرته وكان فرحان اني ذكرته، يعني معليش انا نزيد نذكر اسمهم، مجموعه الجاسوس الجزائري، وهذو كما قلت هذه المجموعه تاع الجاسوس الجزائري وحوايج مشابهه وغرفه التحقيق الى اخره، راكم كنتم تعرفوهم ربما الان غلقوا كلهم، فيهم عنصر تاع مخابرات ويخدموا مع ثلاثه اربعه من اللي شارينهم بال. اوكي نحبسوا هنايا. الور هو راه يقول لكم جرافيكا هادو شكون حاجه كبيره، وداروا تقرير وقالت بلي الذباب تاع الدوله وينفخوا في الجيش وكان الجاسوس الجزائري ولا اوكي ما كاش مشكل. تما هاد التقرير هذايا نتاع جرافيكا هادو يقول لكم اللي حاب يروح للسيت جرافيكا تما فرحان به هو جرافيكا هذايا، تما هذا جرافيكا يخدم معاهم استطير يحامي عليهم ويغرقوا لي سيت تاع الناس اللي كونطرا عليهم اللي كنت على هادو رشاد وهادو اللي خربوا كاع الحراك استطيع صحاب الفوضى اللي مدبوا تقعد الفوضى في الجزائر. هادو جرافيكا هادو ما مع فيسبوك هكذا، يا فيسبوك حبس كاع هاد لي باج هادو ما اللي كونتر الناس هادو ما اللي يفتحوا فيهم ويقول لك باللي هادو تاع المخابرات وتاع كذا، شركه تاع مخابرات بيان سور تكونوا سي نورمال ويخليك تخدم وحدك دير واش تحب، لا سيا وعندهم الام اي سي عندهم الموساد عندهم كاع عندهم، تما غير الجزائر حرام علينا احنا ما يكونش عندنا تبغى شوف يعني بيان سور كاين المخابرات يخدموا سي نورمال والسيبا كريميناليتي وهذه حاجه نورمال تحدي الفوضى في البلاد كيفاش تحب ما يحاربوكش. مي كاين بزاف ديال السيت كيما انا باغ اكزومبل اني من 2010 راني نخدم انا ما مخابرات ما والو اللي عنده براف يجيبها هكذا، احنا نخدموا بالعقلانيه ونعطيكم لانفورماسيون وكذا بلا ما نسبوا حتى واحد نجبدوا فاميليات عكس واحد ولا هكذا. دونك هاد هذا جرافيكا هذا يا هاو الرابور اللي داروا، نعطيكم اكزومبل بك صغير باش تعرفوا الرابور ديالهم اللي داروا. هذا هو الرابور تاع جرافيكا، هذا سي لو رابور جرافيكا دقيقة. اوكي هذا سي لو رابور جرافيكا. دونك هذا الرابور هذايا شوفوه لهنايا يهضر ندير لكم كما يقولوا لا تراديكسيون تاعو. اوكي هذه الصفحة الاولى لا تراديكسيون تاعها يقول لك الكشف عن جد عن جهد متعدد السنوات للتلاعب بالسياسة الجزائرية على الانترنت الخطاب وقمع الأصوات المعارضة. الور إراهي ريتنا سيشون إيب وفريق جرافيكا ملخص تنفيذي في 8 يوليو
قال فيسبوك أنه أزل شبكة من الحساب شبكة من الحسابات والمجموعات والصفحات في يونيو نشأت في الجزائر وانخرطت في سلوك زائف منسق للاستهداف المنازل للجماهير السياسية. تتكون الشبكة من 130 ملف تعريف و221 صفحة و35 مجموعة و29. وقال موقع فيسبوك أن حسابات انستغرام تنشر في الغالب باللغة العربية على أخبار المنطقة والشؤون الجارية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الحكومة الجزائرية ومحاولتها لتشويه سمعة خصومها، على الرغم من أن الأشخاص الذين يقولون وراء هذا يقومون يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء الهويات والتنسيق وجد تحقيقنا روابط الأفراد في الجزائر وبما في ذلك البعض الذين عملوا في حملة 2019 للرئيس الحالي. شارك فيسبوك مجموعة من الحسابات والصفحات والمجموعات مع جرافيكا لمزيد من التحليل من قبل إزالتها من منصتها. توصل للتحقيق الذي أجريناه إلى وجود جهد متعدد المنصات عبر عدة سنوات من أجل النهوض بمصالح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من ترشيحه في الانتخابات الرئيسية عام 2019 حتى استفتاء دستوري العام الماضي وقطعتها على نطاق واسع. الانتخابات البرلمانية في يونيو وقد تدخل هذا النشاط مع حملة متواصلة من مضايقات وترهيب استهدفت حركة الحركة الجزائرية الاحتجاجية خلال العامين الماضيين. سنوات حشدت الآلاف من الناس في شوارع البلاد مطالبين بالنخبة الكاملة الحاكمة أن تكون طرد بدأ ووضع حد للفساد. هذه المحاولات المشتركة للتلاعب وتشويه الإقداء يجب أن ينظر إلى المحادثة السياسية عبر الإنترنت في الجزائر في سياق الحكومة. أبلغت عن قمع أصوات المعارضة وتأثير جائحة كوفيد-19 الذي تسبب فيه أجبر العديد من الجزائريين على نقل مظاهراتهم على الإنترنت. يمكن تقسيم النشاط المحدد على نطاق واسع إلى ثلاث مراحل متميزة: نشر عدد قليل من الأصوات محتوى سياسي على الفيسبوك منها عام 2014، ألو تظهر أن الجهات الفاعلة تعمل على الإنترنت منذ ما قبل تولي تبون السلطة في 2019. غالبا ما يتم تقديم هذه الحسابات صفقات إلى أنها داعمة للقومية الجزائرية ورواية متقدمة تروج للمؤسسة العسكرية والسياسية للبلاد. دونك راكو تشوفوا يا خوتي سيتادير هاد الجرافيكا هذايا يقول لك باريزونت نشوفوا هذه الصفحة الأولى الصفحة الثانية وش يقول لك فيها. يقول لك يبدو أن العملية تمت تباته بكامل في أوائل عام 2019 عندما حان الحراك ومنها بطاطي بطاطا واستدير هنا دوك نوري لكم وش هضروا على يقول لك. ومن المثير للاهتمام أنه في الأسابيع التي سبقت تعليق الأصول بذل الكثيرون أيضا جهدا لفعل ذلك، تسليط الضوء على التعاون الدفاعي للجزائر مع روسيا وبدرجة أقل من الصين. والشبكة غطى على نطاق واسع الاجتماعات الثنائية بين المسؤولين العسكريين الروس والجزائريين، وصورت روسيا على نطاق واسع في ضوء إيجابي مع التركيز على الجودة العالية المصنوعة في روسيا، المعدات العسكرية التي يقدمها. هنا يحكي لك ستادير يقول لك كيفاش تما يهضروا على الروس ويهضروا على في ريزو سوسيو كيفاش زعما الروس مع الجزائر وهادي ستادير ما يحبوش باش نوروا للناس والجزائريين واش القوة العسكرية تاعنا شكون انتردي هكذايا. يقول لك تشويه شخصيات المعارضة في الداخل والخارج، هجمت مئات المنشورات التي استعرضتها جرافيكا منتقدين بارزين للحكومة الجزائرية قبل ان افعالهم المناهضة للدولة تهدد الأمة، ثم استهداف ما لا يقل عن عشرات أفراد لتحريضهم المزعوم على الاحتجاجات ضد جهود الحكومة وحراك الحراك لإسقاط النظام الحالي. تضمنت الأهداف الرئيسية منذ عام 2019 كريم طابو معارض رائد الرقم الذي احتجته الشرطة الجزائرية في 2010 و2021، أمير بوخرس ديزاد
منشق مناهض للنظام في فرنسا، واثنين مسؤول المجموعة السياسية رشاد محمد العربي زيطوط الذي يعيش في المنفى، هو انجليزي ماهوش في المنفى خلاص وستانونجلي منفى بلندن، ومراد هنا المقيم في سويسرا في مارس 2021. ورد أن محكمة الجزائرية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوخرس وزيطوط بتهمة الإرهاب وشبكات. هذا الرابور هذا يا اللي راكم تشوفوا فيه هنا يا وكي تاع جرافيكا، ومن بعد هنا يوروهم هنا يقول كيفاش ينفخوا في العسكر وكذا، شكون اون با لو دروا باش نهضروا على العسكر ديالنا. أمريكا عندكم غير شوية برك باش نقول كيفاش يهضروا عليهم وكيفاش يعني شوفوا الصفحات هذوما اللي مع تبون ومع الجيش ومع كذا. هاملك هنايا هذا زيطوط مع امير ديزل، هذا طابو مع واسمه عيد شبيب هذاك تاع الماك، كيفاش يهضروا عليهم شغلهم كيما يقولوا تقول نتايا هكذايا. المملكة نقول لك عدد الحديث عن المملكة المغربية بعد جماعة الروايات دوك هذيك. هذا الرابور هذايا اللي داروه اللي داروا الرابور هذايا سي هذه جرافيكا يوري لك كيفاش لا ليبرتي ديكسبريسيون سي تادير هما فيسبوك وهادو جرافيكا خيروا باللي لا ليبرتي ديكسبريسيون يعطوها لهم غير ليهم هما بوخرس وزيطوط ورشاد ويقول لك الحراك تما مثلوا الحراك في هادوما. علاش قلت لكم انايا هادو من الاول قلت لكم اخترقوا الحراك الحراك استدير باللي زيدي تاع 90 وبداو همجوا الغاشي ولحقونا لتاريخ مستو تكسروا كاع الحراك. هادو الناس هادوما جرافيكا جرافيكا مع فيسبوك ايزون اتاكي دي باج ويزون سانسوري لي باج تادير لا سانسور تاع ليبرتي ديكسبريسيون. تما هو عنده الحق يقول واش يحب، فيسبوك يغطيو عليه بصح لا كينهضروا ولا الجيش ولا المخابرات كيما يقولوا ولا كدا هاد لي ريزو سوسيو ما عندكش دروا تهضر. لو كان تناقدهم تسمى نحيو لك. قال لك يشوهوهم هيا ما شوهو الناس هما كيما هذاك امير ديزاد ما خلى نسا ما خلى حتى واحد يا تادير يديروا يسبوا يطيحوا ويشوهوا هذوك لي باج ما يغلقوهم لهمش هما بصح خيروا باش يوقفوا من جهتهم. وحنا من جهتنا اللي نهضروا ضد الناس هادوما اللي يحبوا يخربوا البلاد يغلقوا لنا لي باج. استدي هنا تفهم باللي هادو يعاونوهم ان ثينك تانكس امريكان واسمو جرافيكا وفيسبوك سي لا سونسور هادي على شويه يكتب واش يحب ولكن ناخذوا تنحيني ويقول لك لا ليبرتي ديكسبريسيون جيناكم بور لي دروا دو لوم. حنايا راح نقول لكم لي دروا دو لوم ولا ليبرتي ديكسبريسيون يبدا قالك ما تهضرش على الجيش ما توريش الجيش ما تهضرش على العلاقات مع الروس هادو كاع لي باج ينحوهم تاك 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 تاع الدول نحي تسمى يعاونوا فيهم يخلوهم وحدهم سي ليسباس باش يديو ليسباس نتاع الميديا هذا التواصل الاجتماعي كما يقولوا لا بلاتفورم هادي باش تولوا غير هما يدومينيو هما راه مغاشي معمره وعندهم عندهم المغاربيه تيليفزيون وعندهم دنيا معهم الشرق في الطرق هذيك والحوار بلان دو 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 تريف حق داي خلوهم هما يهضروا يا با بروبليم. بصح حنا نو يقول لك نو هادو ما ضد المعارضه لازم نحوهم يفاصلوا لك لاباج ديالك يحبسوها لك. شوف لا ليبرتي ديكسبريسيون راه تما يتخرج عليهم مليح باش تعملوهم باش ديروا الفوضى في الجزائر. قول حنايا لا لا حنا نخدموا كاع المخابرات ولازم تحبسهم باسكو هادو شنو المعارضه باسكو تبين عليهم الحقائق مؤتمر الامه وسوريا سلاح فهمت سكيفي يا بصح انا غالبينهم كي تدخل الماريكان فيسبوك باش يعاونهم سي كرام خاسرين تكلوا عليهم ما قدروش ينوضوا الغاشي الله ولاو يعاونوا فيهم الناس اللي يديروا الفيسبوك ينحوهم ويقول لك ليبرتي ديكسبريسيون شتي خاطي لا علينا معليش يا با بروبليم. بصح هادي جرافيكا هادي شكون هما جرافيكا هادو يا الخاوه ما قالكمش شكون هو جرافيكا. احمد بن سعاده بروفيسور احمد بن سعاده راح دار اون ريشيرش قويه خرج دوك في كاع لي جورنو داروها اون ريشيرش يتم العالم كامل ماشي غير الجزائر شكون هو هادي جرافيكا شكون دار جرافيكا علم من تخدم جرافيكا شكون هي جرافيكا هادي اللي يهضر عليها زيطوط اللي قالك هادو تسمى قالك بلي
هي بروحها هذه جرافيكا ذباب كبير. قالك زيتون جابوا الذباب، هم يحضروا على الذباب، هذه جرافيكا ذبابه كبيره تاع المعرفه. دار عليها ارتيكل بوجار ديك خرج غير كيما بروفيسور احمد بن سعاده، نشكروه نقولوا توجور خدمه متقونه. دوك نوري لكم هكذايا، انتق واحد غرون انتيليكتوال تاع رشاد باسكو كي دار هذا المنشور هذا دار الارتيكل هذايا، رشاد ما قدروش يريبونديو. لا مراد هنا جاي ريبوندي كي موالف وي واحد بن سعاده وبدا يخدم مع الدوله وبدا ما قدرش يريبوندي. زيتوت ما يقراش اصلا، ما كان لها تكل عليه ريبوندي. الو شكون بعتو؟ بعتو القاري فيهم كاع، ستادير هو اللي يفهم باسكو الموضوع خطير، باش يفهموا الغاشي لازم يبعتو هو، ما عندهمش واحد اخر. بعتو امير دي زاد. ما يعرفش يقرا كاع، باهي ما قرا الارتيك ما عرفش كاع واش كاين. جا دار واحد المنشور على بن سعاده، دوك نوريه لكم. دار زعما فيديو زعما هكذايا، شوفوا يا الخوة دقيقة برك. ألور وراهي هاي لك، شوفوا هو زعما الدخلة مهبولة يا با با با، أو جاي فهمكم. أو جاي فهمنا يا راح يفهمك واش نوع الارتيك. كاين حاجه قبل ما نقطع، كاين حاجه خرجوا اليوم وكاله الانباء الجزائريه، وكاله انباء العصابات، بعد الفضيحه المدويه اللي خبطتهم بها، اللي خبطتهم بها موقع جرافيكا. راكم شفتوه موقع جرافيكا تاع فريق التحقيق، عفوا تاع جرافيكا اللي متواجد في واشنطن، فريق مختص بالتنسيق مع الفيسبوك وبالمحققين. خرجوا في وقت سابق حول الذباب الذي او المواقع التي تسيرها المخابرات الجزائريه والنظام الجزائري لمهاجمه امير دي زاد، وكل هذه المواقع اللي كانت تقول بلي امير ومخزن عامل مخزن وكذا، كشفها موقع جرافيكا فريق تحقيق بواشنطن، وخرج لهم فضائح كارثيه وقال لهم كل هذه المواقع التي تهاجم في شخص يدعى امير بوخوس اوبوزيشن فيجر، يعني وجه معارض من وجوه معارضه، إذا المعروفة لقينا وشفنا أن هجمات ذبابية تقودها المخابرات الجزائرية. إذا خرجوا اليوم كاع هذاك النهار راكم شفتوا تاع وقتاش خرجوا تاع جرافيكا، خرجوا اليوم في وكالة الأنباء تاع العصابة. قال لك تقرير جرافيكا يبحث عن افتعال بلبلة في الجزائر، لا عديانهم مابقاش في المغرب. كاع واشنطن كاع يكذبوا عليهم وكاع زايدين عليها. سمعتوا امير يا امير فهمكم واشنو يا جرافيكا في واشنطن تحقيق وكذا، هو ما ذاك الارتيك ما قراش، ما يقدرش يقرا، ما يعرفش يقرا، واش بيك ما يقدرش يفهم، امبوسيبل. جا اصلا انت اصلا ما تقراش امير، كيفاش راح تفهم هذا الارتيك؟ نفهموا هذا الارتيك ونقول لهم شكون جرافيكا تاع واشنطن هذه، شكون هي جرافيكا اللي تخدم معكم وتحامي عليكم هكذايا، نعلموك شويه تخمم وتكسر مليح مع الناس، تبعوا مليح. وزاد دار زعما في تويتر ديالو كتب زعما على احمد، نوريكم سميتو الور بيك. واش دار ها
هذه في تويتر. شوف واش كتب، راهم ثاني راحوا اليوم لفريق التحقيق بواشنطن جرافيكا الذي كشفهم أن النظام العصابات في الجزائر هو وراء الحملات التشويهية لأمير ديزاد باستخدام الذباب. وصور حماد أوبوزيسيون فيغير، قال كاوش داروا لي أوبوزيسيون فيغير. وشوفوا استدير بصح هو هذا أمير وسيقوط، بعتوا أمير مسكين، أمير بعتوه على راسه وراح ريبوندي لحمد بن سعد. أمير ريبوندي لحمد بن سعد قال تسمى العصابة البوخا بيان سور يخدموا المخابرات، وعلاش ما يخدموش؟ سي نورمال يخدموا كيما نتوما راكم تخدموا مع المخابرات. دوك نوريها لك، إلا كان جرافيكا هادي تعمل تعرف تعمل هكذايا، وما يقول لك مخابرات تاع الجزائر وما يديروا. لا علينا، حنايا نروحوا نشوفوا شكون هادوما المخابرات اللي يهضر عليهم السي أمير ديزاد هكذايا، واللي هما كيما نقولوا تبعوا مليح. شوفوا شكون هادو جرافيكا، هادو أحمد بن سعدة دير ارتيكل فيه ما تسع باجات ولا، يحكي لك واشنو هما جرافيكا ا بلس بي الف زائد با هكذا باش تعرفوا شكون جرافيكا، تبعوا مليح. هي ماتيير غريس كونت ماتيير غراسي وليدي، شوف هنايا ورانا حبس تشوف اوكي. دونك نبداو هنايا لارتيك تاع احمد اوكي. ما نروحوش بزاف بعيد باسكو هو بدا هنايا اوكي. لارتيك واسمو لو رابور دو جرافيكا سوفت باور غير دو 4ايام جينيراسيون كونت الجزائر، هو هضرنا على السوفت باور كيما هضر ديك ترانزيتور وفهم شنو سوفت باور احمد، وانا قنا حدت شنو هو السوفت باور يعني القوه الناعمه، عاود ربطها بهاد باش نعاودو نذكرو يعني استادير يحكي لك هنا كامل واش كاين على السوفت باور وهذا على لي جون اللي نضروا له دا. ولكن حنا اللي يهمنا اكثر في هذا الارتيكل هو سي شكون هما هادو جرافيكا، هادوما هكذا يعني يقول لك جرافيكا سي كونيكسيون سولفوروز دابري لي زانفورماسيون فيغوران سور سون سيت. جرافيكا ايت اون سوسيتي داناليز دو ريزو fondé en 2013 par le docteur John Keeley, qui a étudié dans sa thèse l'essor fulgurant des conversations sur Internet en utilisant l'analyse de réseau, des relations entre les auteurs en ligne et pas seulement le contenu de leurs messages. N'est-ce qu'il m'a dit le français ? D'ailleurs, cliquez sur la droite, il y a un peu de traduire l'arabia, par exemple, il y a un شركة جرافيكا هي وفق للمعلومات الواردة على وقع الإلكتروني الرسمي فإن تحليل شبكة تأسست في عام 2013 من قبل الدكتور جون كيلي الذي درس في أطروحته الارتفاع السريع للمحادثات. أوكي وراهي دوك نعاود نردوها لا لونغ انيسيال أوكي. دونك يقول لك هادو يقراو ستادير تو سكي اون لين محادثات بين الناس وكلاش ستادير كاع لي ريزو سوسيو كامل لي ريزو سوسيو كومون سا فونكسيون كيما يقول لا فيتاس دو كومونيكاسيون كلش هكذايا. الوغ هنا يقول لك مثلا توجور سولون سون سيت جرافيكا اي فينونسي بار لو داربا لو دي ا ار بي ا لا مينيرفا انيسياتيف l'USMA, Select Committee on Intelligence, et la Knight Foundation. Hadou Houma, les financiers, Hadi Grafika. Ok?
سين امريكان بعملة هايليك هذه في لاباج تاعهم تلقاوها. اوكي ها يقول لك الداربا اي لاكرونيم دو لا ديفونس ادفانسد ريشيرش بروجيكت اجنسي اجنس بور لي بروجي دو ريشيرش افونسي دو ديفونس سبادير سي لو مينيستير دو لا ديفونس امريكان qui est une agence du ministère de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies destinées à l'usage militaire. C'est maintenant qu'on a la défense américaine. Okay. D'abord le DARPA. Pour que la Minerva Initiative est une initiative de recherche universitaire en sciences sociales, parrainée par le ministère de la Défense des États-Unis, axée sur des domaines d'importance stratégique pour la politique de sécurité nationale des États-Unis, lancée en 2008 par Robert Gates, le secrétaire de la Défense de l'époque. Robert Gates dit qu'un secrétaire de la ministre de la Défense, les États-Unis, en 2008. Elle a pour objectif d'améliorer la compréhension de base du ministère de la Défense en ce qui concerne les forces sociales, culturelles, comportementales et politiques qui façonnent les régions du monde d'importance stratégique pour les États-Unis. Dès le début, le programme est focalisé entre autres sur les recherches universitaires traitant de la Chine, de l'Irak, du terrorisme et de l'islam radical. À son lancement, le projet a reçu 50 milliards de dollars du ministère de la Défense des États-Unis pour financer ses recherches. دولة مدنية ماشي عسكرية بصح العسكر تاع الأمريكان معليش نو سي با غراف العسكر تاع الأمريكان كيعاونونا وتبعنا ماشي مشكل يحميو علينا ويضربوا لنا لي سيت نتاع لي كونطرا علينا معليش سي لي زاميريكا سي با غراف كيما داروا مع لوطون تبعو مليح تشوفو دوك تشوفو يا وليدي نقول لك Les subventions de recherche sont supervisées par des gestionnaires de programmes affiliés à deux organisations militaires de recherche fondamentale, le Bureau de la recherche scientifique de l'armée de l'air et le Bureau de la recherche navale. L'USCNAT Select Committee on Intelligence, SSCI, est un comité créé par le Sénat américain en 1976 pour superviser et faire des études continues sur les activités et programmes de renseignement du gouvernement des États-Unis. Knight Foundation se présente comme une fondation nationale américaine qui investit dans le journalisme et les arts et dont l'objectif est de favoriser des communautés informées et engagées qu'elle croit essentielles à une démocratie saine. Cette fondation collabore cependant activement avec l'Open Society de George Soros, la National Endowment for Democracy, Freedom House, l'USA. Ces quatre organisations forment la colonne vertébrale du dispositif américain pour l'exportation de la démocratie dont il a été question précédemment. Et ce n'est pas tout. Grafica déclare être associé avec des groupes de défense des droits de l'homme du monde entier. Donc, il y a Daboujagé et puis un Kamel. Pour surveiller les menaces numériques ciblant les utilisateurs vulnérables. Les menaces numériques, les menaces de l'Internet, les vulnérables, les mustadafins, المصدافين على راسهم ساكن تبعوا مليح يا الخاوة واش أمير ديزاد كاش قريت هذا ولا ما قريتش أم إيماجيني أمير ديزاد يقرأ هذا يا وتصدف له كاع ما عرفش من يبدا من يخلص ما تزعفش أمير راني نقصر معك يقول لك اون في ساجي دو هيومن رايت واتش امنيستي انترناسيونال اي دي سيليانت كامباين إلي دو نوتوريتي بيبليك لي بروميير اورغانيزاسيون هيومن رايت واتش Hagdaya et Amnesty International sont largement financés par l'Open Society, d'Ajor Soros. Il ne faut surtout pas oublier qu'elles ont été tous deux, avec d'autres entités, droits de l'hommiste, derrière la résolution du Parlement européen contre l'Algérie, juste quelques jours après le référendum sur la nouvelle constitution algérienne. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Comment la coïncidence de l'article de notre pitoyable proviseur Zaretsky un an plus tôt? L'association de Grafica avec The Syrian Campaign est très révélatrice du rôle de désinformation, de propagande et
d'étroite collaboration de cette société avec les gouvernements américains et britanniques. The Syrian Campaign, qui se dit organisation à but non lucratif, enregistrée au Royaume-Uni, est étroitement liée aux White Helmets, les casques blancs, organisme de protection civile syrien qui a défrayé la chronique en 2016. Lire mon article, un article, allez à Tahmed, les Habikra, Aulik, Obama, prix Nobel de l'hypocrisie. En fait, ces secouristes présentés comme des héros en Occident sont financés par l'USAID, United States Agency for International Development, le plus important des organismes américains d'exportation de la démocratie. Un document de l'USAID datant de 2018 précise qu'une subvention de 6,5 millions de dollars a été octroyée au White House, en plus de 33 millions de dollars qui leur ont été versés depuis 2013. Ces casques blancs ont aussi été très largement financés par la Grande-Bretagne via le Foreign and Commonwealth Office en date du 31 mars 2018. Le montant total du financement que le gouvernement britannique leur a fourni s'est élevé à 38 millions et quelques. Hagda de Pente, ce qui fit dire à Julia Hyland, journaliste et militante britannique, financé par le Conflict Stability and Security Fund du gouvernement britannique et le programme USA du gouvernement américain. Il fait partie du réseau de forces djihadistes soutenues par l'Occident pour organiser un changement de régime. Financé par les Britanniques. شتو راهم خاوة ويقول لك احنا الجيش الوطني تاع الجزائر خبيت ولازم نحو الجيش ونديرو دولة مدنية وهما يعاونوا فيهم العسكر تاع الماريكا مينيستير لا ديفونس توخا وفيها اسمو لناد وفيها اوروبان سوسيتي وفيها اليو اس ايد وفيها الهندي وفيها اللي هضرنا عليهم صافي سنين وحنا نهضرو عليهم يجو يغفلوا مسكين الشعب اللي ما يعرفش معنا بقى شوف زي يقولوا شوف عم داروا باللي كان دوباب وكدوم ما الدوباب الكبير هذاك هو هذاك هو البوزنس الكبير يا بامسكين بعتوا امير يا قالوا روحوا على بونت ما قدروش يجاوبوهم سوا كاش ا بلس بي مسكين امير ما تزعفش امير راني نقصر معاك برك راني نوري لك وكنت تقول لي صحه شوفوا يا الخوه نزيد نوري لكم بيان كوم يلفو هاد الارتيك صحيح هادو هما لي وايت هيلمت هادو في داروهم هذا ما تقتلوه سان اونجلي هذايا كاف لي فور سبيسيال اونجلاز هو لي اورغانيزا هاد لي وايت هيلمت هادو يقول كليكي على التصويره يخرج لك الفيديو عليهم The White Helmets, also known as Syrian Civil Defense, claim to be an impartial non-government organization campaigning for Syrians. But despite the name, the White Helmets was not created by Syrians, nor does it serve Syria. Meet James the Measurer, a consultant for the UK Foreign and Comprehensive Defence. Bon, il fait l'anglais, il se met à lire, mais il fait mal. C'est pas grave, il fait mal, c'est pas un problème. Mais il explique que les gars, ils ont des anglais, il explique que les gars ont des rêves Sulaiman. Mais ils travaillent avec eux. Claim to be an impartial non-government organization campaigning for Syrians, but despite the name, the White Helmets was not created by Syrians, nor does it serve Syria. Meet James the Measurer, a consultant for the UK Foreign and Commonwealth Office and former British Army officer. So what is a non-Syrian British foreign policy consultant doing establishing a NGO in a foreign country? Does James really have the Syrian people's best interests at heart? If so, why do the White Helmets operate solely in terrorist-held areas? Why has the White Helmets constantly called for the implementation of a NATO-imposed no-fly zone? The same kind of no-fly zone that has destroyed Libya for decades. A no-fly zone in Syria would only benefit those who seek regime change and ultimately hurt the Syrians who are already targeted by illegal sanctions. The fact is, the White Helmets are nothing but a propaganda tool for the US and UK administrations to justify military action against the Syrian government. But the White Helmets insist on being impartial and unarmed, yet here is some footage that says otherwise. Yeah.
Here's where it gets interesting. Meet Raad Saleh. He currently leads the White Helmets inside Syria. He was set to accept an award from Interaction, an alliance of international aid agencies, but was refused entry into the US due to his visa being cancelled for unknown reasons. 27th of April 2016, US Deputy Spokesperson Mark Toner was confronted by journalist Matt Lee about the White House's inconsistency regarding the White Helmets. You commend this group, you're going to continue to support them, and yet you revoked the visa of their leader? I don't think that makes zero sense to me. What's exactly? And then when asked who funded and supported the White Helmets, Mark replies. Well, I can tell you that we provide through USAID about $23 million in assistance to them. $23 million. Wait a second. Are the White Helmets not, and I quote, fiercely independent and accepts no money from governments? So we have seen a group who is clearly not Syrian, not impartial and not independent, who are armed and are most certainly sectarian. Maybe the White Helmets were set up to facilitate executions like this one. شوف هذا كاش قتلوه وجاو رفدوه الخارج. شوف دمهم. شوفوا مليح. شوف هم جاو يرفدوه. شوف اكزيكيتاوا هو جاي يرفدوه يقول حتى نخدموا باش نسلكوا الناس اللي قتلهم بشار الاسد. شتو شوف الكذب كيفاش داير. Private scene within seconds of the execution, as if they were on standby, ready to collect the body. The White Helmets, an NGO, or simply Al-Qaeda with a facelift? سمعتوا قالت لافاس كاشي تاع القاعده. شوفوا اللي حاميو على المعارضه تاع زيطوط واللي يكتبوا على امير ديزاد بلي هو شغل معارض. تحيروا يا الخاو النهار تحيروا الدوخ. سي تادير باش تعرفوا نقول لكم العقل تفهموا هنايا. دونك لحقنا لهنايا مع سي احمد راهي هايلك. شتو يقول لك سولون فانيسا بيلي جورناليست انديبوندونت كي ا بوكو ترافايي سو لو تيران سيري دون دو نومبروز اوتر بيي دو لا ريجيون ذا وايت هيلمت ايتي ليي فينانسيالمون ا لوندري ا واشنطن اونتر اوتر برينسيبو بيليجيرون كي دونتو سون موندا ان سيري كو دي موم دي كاسك بلون انترتوني دي ليان افيك لي غروب جيهاديست روبيل لا علينا. غرافيكا اي سي فيغور بوبليك شكون هما كيما يقول لك الشخصيات المعروفه نتاع غرافيكا باش تعرفوا يعني الشخصيات المعروفه تاع غرافيكا. يقول لك غرافيكا سي فيغور بوبليك parmi les figures publiques de Grafica on retrouve les noms de l'anglais Ben Nimmo directeur des recherches et de la française Camille François directrice de l'innovation. OK هاد الزوج هادوما. OK Ben Nimmo هاوليك باش تعرفوا. اوكي تبعوا مليح. اوكي وكامي فرانسوا هاي اللي كامي فرانسوا. دوك تشوفوا لي سيربريز. يقول لك بن نيمو ا روجوان غرافيكا ان 2019 بورتون غريان لو بريديستيني ا سو بور سون باركور سينغولي ا ايتي ديكري دون ان ارتيكل ديتايي دو نيويورك تايمز. اون ايفي لا يتحب يقرا نيويورك تايمز كليك عليه قال نيويورك تايمز ها كليك تعرف. اوكي كليك عليه تقرا اني حكيت لكم الارتيكل في السيت ديالي على كل حال فيسبوك. En effet, il a étudié la littérature à l'université de Cambridge, a travaillé comme instructeur de plongée sous-marine en Égypte, ainsi qu'écrivain et journaliste de voyage en Europe. En 2011, il a été recruté par l'OTAN comme attaché de presse principal sur la Russie et l'Ukraine. Kib Darabel Arabi, 2011, jusqu'en 2014. Ensuite, il est devenu chercheur indépendant et a commencé à travailler sur la Russie.
Ce contrat pour des think tanks pro-démocratie, comme l'Institut for Statecraft, qui pilote un projet financé par le Foreign and Commonwealth Office, nommé The Integrity Initiative, créé en 2005. Ce programme avait pour objectif de contrer et sensibiliser à la désinformation provenant de pays comme la Russie et la Chine, ainsi que de groupes extrémistes comme Daesh, comme par hasard il s'agit de pays et organismes ciblés aussi par la Minerva Initiative. Au cours de la campagne électorale américaine de 2016, M. Nimmo a collaboré avec l'Atlantic Council, le think tank non officiel de l'OTAN. Pour se faire une idée de l'importance de ce groupe de réflexion, il n'a qu'à consulter l'impressionnante liste des membres de son conseil d'administration, conseil à l'OTAN, on y trouve entre autres Henry Kissinger, Joseph Nye, le concepteur du soft power, le général David H. Petraeus, commandant de la coalition militaire sous Bush fils et chef des troupes de l'OTAN, ainsi que directeur de la CIA sous Obama, Stephen Hadley, conseiller à la sécurité nationale Bush fils, Robert Gates, cité précédemment, directeur de la CIA sous Bush père et secrétaire de la défense sous Bush fils et Obama. On y trouve aussi James Baker, Leon Panetta, Colin Powell, James Woolsey à la CIA, Peter Ackerman et j'en passe car la liste dans le tournis. Le lecteur est invité à consulter ces pages pour plus de détails. Galé pas à tu cliquer et OK, pour la petite histoire, James Woolsey a été directeur de la CIA sous Bill Clinton et a dirigé Freedom House. Et de son côté, Peter Ackerman a aidé à la création de Albert Einstein Institut dirigé par son professeur Lily Jane Sharp. A dit l'Institut Einstein, Jane Sharp, leader de la dictature à la démocratie, une dictature et la démocratie, mais autre pour le coup, nous faire la chambre. Le théoricien de la lutte non-violente qui a été utilisé dans les révolutions colorées le printemps arabe. Sa théorie a été développée dans de nombreux livres et tout particulièrement La dictature à la démocratie, ouvrage qui est devenu livre de chevet tous les révolutionnaires en travers le monde. Revenons maintenant à Ben Nimmo. Il a aidé à fonder le Digital Fund Research Lab de l'Atlantic Council, un groupe basé à Washington qui étudie la désinformation en ligne. En 2018, Facebook a annoncé un partenariat avec le DFLR Lab pour identifier, exposer et expliquer la désinformation lors des élections dans le monde, accordant à l'Atlantic Council et à Nimmo l'accès aux données privées de milliards d'utilisateurs de Facebook. Bon, là, ils déroulent les données comme Kamel. Ils déroulent avec Facebook, ils déroulent, je vous dis que je vous fais un mot bien en 2018. Facebook a fait de lui et du laboratoire des premiers étrangers autorisés à étudier les réseaux des informations sur son site avant que l'entreprise ne ferme les réseaux. Mais quoi, le seul étranger qui peut être le Facebook ou qui a les données d'Annes. À la fin de son article, le New York Times précise que Graphica et DFR Lab ont tous deux reçu un financement de Facebook. Mais Facebook gagne et financé. D'ailleurs, il coule que le 5 février dernier, Ben Nimmo a annoncé son départ de Graphica pour rejoindre Facebook où il aiderait à diriger la stratégie mondiale de renseignement sur les menaces contre les opérations d'influence, sans oublier bien sûr de faire coucou à son collègue et collaboratrice Camille François. C'est-à-dire, Facebook on va demander Facebook, ben je contrôle ou gagne les influenceurs les comptes les projets. Ben on est donc comme la surprise. OK, le 5 février dernier, Ben Nimmo a annoncé son départ au Demnelik. Alors, cette nouvelle n'est pas passée inaperçue, bien au contraire. Sur The Gray Zone, par exemple, on pouvait lire un article intitulé « Facebook hired ex-NATO press officer and social media censor Ben Nimmo as Intel Strategy ». Facebook embauche Ben Nimmo, ancien attaché de presse de l'OTAN et censeur des médias sociaux en tant que stratège du renseignement. Censeur, à la censure. Alors que Mint Press New titré Facebook, partenaire d'Amérique NATO, Facebook s'associe au belliciste Atlantic Council, un groupe de pression de l'OTAN pour protéger la démocratie. Passons maintenant à la seconde figure publique Graphica qui se nomme Camille François. Diplômée de Sciences Po et boursière Fulbright, elle a été membre de la New Americans d'Amérique, chercheur principal chez Mint Press. Et
America, financé en note par le département d'État américain. Alors, le New American Cyber Security Initiative est un organisme financé, entre autres, par le département d'État américain. La CNET Foundation, Open Society, Google, Microsoft, Apple et Facebook. Jigsaw, ancien Google IDEA, est un groupe de réflexion et un incubateur technologique au sein de Google. هذا يفهم أمير ديزل يفهم أمير ديزل هذا انكيباتور وقدامنا يخدش نبوسي بيان أمير نحي الفيديو هذيك ونحي تويتر هذاك الله يرحم بابك يا هذا بعد بصراحة نحي خاطيك شي هذا حق ميكرو عيط بون تيروريس وقدام أنت هذيك الخدمة ديالك ما يقدرولهاش هاد لي لارتيكل ما يقدروش يريبونديو عليهم دونك حنا نعطيك كامل كولوندوليزا رايس هذه كيما يقولوا أنا عرفناها واش تكون مي شوفوا هذا الجرافيك هذايا هذا الجرافيك يعطيك بيان بيان كوم يلفو وشنو هو هذه ال شو اللي خرج لنا هنايا وي خرج دابا نحطو لكم هكذايا هذه الخدمه شوف دقيقه برك نكبروها شويه ما تكبرناش هكذايا فوالا الو شوفوا جرافيك هذا جرافيكا بنيمو بنيمو وين يروح اتلانتيك كونسيل لوطان دي اف ار ليب فورين اوفيس انتجريتي انيشياتيف لاصق مع جرافيكا فيسبوك جرافيكا كامي فرانسوا جوجل هاكو تشوفوا ها جاريد كوين ATM شوف لي كونيكسيون ناسي ابل مايكروسوفت هاكو تشوفوا هادو كامل هيومن رايت واتش امنيستي انترناسيونال سيليان كومبان كاع جرافيكا يروحوا ليا سيد الاوبن سوسيتي فريدوم هاوس لاناد شوفوا لي كونيكسيون هاكو تشوفوا مين اربع كاع هادوما كاع هي كاع في الوسط كاع جرافيكا هاكو تشوفوا هاي اللي كامله هنا شوف شوفوا كامل لي كونيكسيون كيفاش جايين هي في الوسط كاع شوف كاع لي كونيكسيون اللي كاين ستادير هادي تاع ديفونس ناسيونال امريكان يا الخوه شتو بعد واش يقولوا لكم عاكل لكم هادو الدباب هما اللي داروا هاد الارتيكل دباب حنا نعطوك تسمى المخ ماشي لا ماتير غراس شحم جا قالكم ما داروا حرقوهم رهيب بتاع وحرقوهم هو المينيستر تاع ديفونس تاع الامريكانيا ناطو هما اللي كانوا يعاونوا في ليبيا ما شتوش حبط ليبيا قالكم انا هو نعم ويجي خوك يحرق لك دارك ويجي جارك ما تتهمش معاه يعاونك معليش خليه يعاونك وهذه قالوا كان ماشي حمد بار اكزومبل يدير لنا ريسيرش هكذا يعطينا كاع واش كريم انا عارف واش الحقائق الشعب اللي قاعد عيني مغمضين على بالك كي نهضر لك كل كادو دوباب تاع الدوله حنا درنا درنا ريسيرش حمد حنا نجوزوها نوروها للناس قال هاي ليك ها واش دار البروفيسور تاعنا واش ورانا تحبوا تفيريفي روحوا تفيريفي الا كذبنا عليكم تسمى حنا كذابين ولا تحبوا تسمعوا الكذابين وما تسمعوش الناس خشاخش يعطيو لكم الحدث الملاح تحبوا تسمعوا امير ديزات قالكم بلي هاو العصابه راه حتى الجرافيكا لواشنطن يحق خو هادو في واشنطن تبعوا تحبس هنايا اي قال هادي هي بعد تخرج انت في زنقه تجريد ولا مدنيه ماشي عسكريه انت ما على بالكش بلي تخدم مع العسكر تاع الامريكان حير دور كيفاش تحب الشعب تجهلو كيفاش تحب ما تمانيبيليش ومن بعد كي تجو ناس كيما حنايا نوري لكم يقول لك فيسبوك هادو ما تاع الدوله لازم نحو لهم نيشان ديالهم ودي سيتوب يقول لكم ايه هاكو تشوفوا الجرافيك هاكو عم بالك راك مع ناس طالقين ودنيهم
نعسو فيكم بيان بيان كوم يلفو وبالدالي نعطوكم ندوش معكم ما نسبوكم ما حتى حاجة افيك دي براف تبع مليح تبع مليح الخاو شوفوا نزيد لكم على كل حال هو لارتيك تري تري لون انا ننصحكم باش تقراوه يعني باسكو سي فريمون ان ارتيك طويل بزاف وفيه بوكو بوكو دو سولف واحد 100 سورس فيه دونك ما سي با باسي باش ديروا فيديو ني تكتبوا دايره باسكو باش كتبوه صافي واحد الشهر ويكتب فيه انا على بالي فهمتوا كيفاش سي تادير الوغ هادو كيفاش يعني داروهم الدعايات بهذيك بالاخر على الوغ كيفاش لافير جيريمي كوربين لافير جيريمي كوربين هادي سي لافير تاع لي زيليكسيون في الانجليز كيفاش جيريمي كوربين كان راح يدير لي زيليكسيون كيفاش هادو الجرافيكا او بلي ريزو سوسيو خرجوا عليه الدعايات وكذا باش خسروا لي زيليكسيون هادي في بلادك يا زيطو كي تقول الديمقراطيه لافير جيريمي كوربين لا تري لارج اليكسيون دو جيريمي كوربين على تيت دو بارتي ترافايست بريطانيك avec près de 60% des voix en 2015, a été suivi par une campagne médiatique mainstream ayant pour but de diaboliser sa personne et de lui ôter toute légitimité politique de premier plan. Donc tout d'abord, ses positions pro-palestiniennes, la pro-palestinienne, lui ont valu des attaques du lobby sioniste pour des allégations d'antisémitisme, à l'état antisémite. Après son succès électoral, quelques années plus tard, à l'approche des élections législatives de 2019, les accusations sont montées d'un cran. Devenant plus incisif, il n'était pas question qu'un socialiste antisémite soit logé au 10 Downing Street. Il coule qu'en plus de ces accusations fallacieuses, une autre affaire a été planifiée pour porter le coup de grâce à la possibilité. Il coule que l'affaire, il coule Grafica la main dans le sac. La société Grafica a été impliquée dans de nombreuses controverses en relation avec le repérage d'un type particulier et ciblé de désinformation sur les médias sociaux. Son rôle de chien truffeur dressé pour servir des commanditaires militaristes, atlantistes et occidentalistes. Pour clarifier ce point, nous allons citer les deux exemples pédagogiques. L'affaire Jeremy Corbyn. Tu vois, à quelques jours des élections nationales britanniques le 12 décembre, les agences de renseignement britanniques et les organisations soutenues par le gouvernement américain ont intensifié leurs attaques contre Corbyn, empruntant des tactiques à l'hystérie américaine de Russie. De